السؤال الثاني يقول: إذا كنت في سفر مسافة قصر، وحين عودتي إلى حيث أقيم وقبل وصولي بحوالي 10 أو 20 كيلو متر، حان وقت صلاة رباعية، فهل يجوز لي القصر والجمع أم القصر فقط، أم لا يجوز شيء منهما؟ أما القصر فيجوز، لأنه لم ينتهي السفر، ما دمت لم تدخل في البلد الذي سافرت منه فإنك لا تزال في سفر حتى تدخل في بلدك، سواء بقي 20 كيلو أو أكثر أو أقل. حتى لو كنت أدرك وقت تلك الصلاة، فلك القصر ما دمت خارج البلد وما دمت في طريقك من السفر. أما الجمع فلا داعي له، بل تصلي الصلاة الحاضرة وتقصرها، والصلاة الآتية تتركها في وقتها إذا وصلت. نعم، أقول بالنسبة للقصر، أقصر حتى لو كنت سأدرك وقت تلك الصلاة في المدينة؟ نعم، إذا دخل عليك الوقت نعم وأنت ما زلت في الطريق، في السفر وفي الطريق، فإنك تقصر، لأن أحكام تقصر وتفطر في رمضان، لأن أحكام السفر ما زالت إلى نعم أن تدخل في البلد الذي تريد الاستقرار فيه. بارك الله فيكم.